اهلا وسهلا. وكمان النكته حلوه، قال راح ابو العبد يترشح لرئاسه الجمهوريه، قالوا له مجنون انا؟ قال لهم هيدي شرط من شروط الرئاسه. قال بوش كان عم بيعملوا له عمليه بدماغه، اجوا قالوا له طلعت رئيس جمهوريه. قامش قالوا خيب مع دماغك هون بعد بنحطه. قال لهم هاي ما بدها دماغ، ما بدها عقل، عشان هيك ضربني بالصرميه وهو الحذاء والمداس فوق الراس. عشان هيك تلفزيونيتنا كلها منحطة، هيدا كلام الناس لو بتشوفوا. كان عم بيحكي عن الأدوية، طلبني اني روح احكي على برنامجه، بعدين اعتذر قال لا الأسبوع القادم انت. قالوا له هيدي خطرة. هيك وقت اللي جيت على لبنان وبدي اطلع على التلفزيون وتعرفت على غازي كنعان ومثل الكلب ركضوا كلهم لعنده، اللي بدك ايه؟ قال لهم هاي امي على التلفزيون بدها تكون البسي. نعم. بعدين اتصل في شخصية دخيل كندينية مهمة، قال له هاي إذا حكيت الجمعة لحد ما في حدا بالكنيسة قدام مسيحك الضعيف ده المرة بدها تشيله. طلعت على الجزيرة أنا وقالي هون بهالبيت بالفن، قال لي أنا أحمد منصور. قلت له شو يعني جزيرة إيه؟ إجا قال لي بس ما تحكي ضد الماكدونالد وهي وهي. قلت له عفيك. قال لي شفتك من سنتين على الأوربيت الأيربيت. قلت له إيه كنت. قال لي وفت على البيت لقيت مرتي عم بتشوفك. قلت بسكوت، شلت قلم وورقة. قال لي وكتبت رقم تليفوني. قلت أكيد بدها تحطه. قال لي سنتين هالجاكيت بتروح وبتجي وهالحبر ما راح. ولقيت أوروبا أمريكا كلها عم تحكي بهالموضوع. قلت له بيجي لعندك. طلعت قلت له خليك بعيد أحلى ما يربطني من تحت الطاولة مثل ما عمل هيدا تبع القربة. سري لي هاي للسعودية هاي. قلت له ما فيني أحكي، عم بيلبطوني من تحت الطاولة، هيدا رقم تليفوني على الهواء. ويلي بعتتني بنت الملك تبع السعودية. قالت له ما مريم أنا مت وما عندك غيرها حصة. قال له بس كل ضدنا. نعم أنا بوقع الاقتصاد العالمي. هيك قال لي رفيق الحريري، هيك الوليد بن ضلال طبعا بيوقع الاقتصاد لأنه هني مسكين الاقتصاد. أنت بن ضلال يا حبيبي بسببنا. بطلعت اقعد بعيد وما فيني اقول شو صار دغري. سبيت الله بالماكدونالد كنتاكي فرايد تشيكن، منا تشيكن سي، كله مواد بتروليه، كل الماكدونالد الماكدو كل ستاربكس منو بان بيعطوا للحيوانات، ما في شيء ابدا، كلها مستلمته اليهود و85% من جوائز نوبل لليهود. وشوفوا على الموقع موجود كل الوجه بتشوفوا ليش. فاذا كل اللي بتاكلوه بالمطاعم مساجد ما عارف ما قاصد ما 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 نبرو كله بالبيت، كله شعير وخضرة وحشيش مثل ما بتاكل البقرة. كلكم بتعرفوا مما يليك كل هال بيسموهم بيت السلام بيت النور من شكل كله تسكر. ما تروحوا ولا مطرح أورجانيك، ده كله نيك مش أورجانيك، عم بنيكك بكل حواسك بدون ما تعرف. اسمه تشيبينج يشفروك. هون حطي هالكريم مدام، هون حطي هالميك اب، هون هيك هون هيك هون شدي هيك شدي هون هالبزيز هون يا اختي انا ما بلبس صدريه خليني تسيبه اليمين واليسار. وحده تلفت للطبيب قالت له بدي انتحي. قال لا اوصل حط صدرك 5 سم طلعتها البزيزه صاروا لتحت. يعني ضروري يكون فيت واحد على محل عم بيدخن، قالت له ممنوع الدخان هون. قال له بس انا اشتريتهم من عندي. قالت له انا ببيع كوندوم لليورا ضروري تنيكنا كمان اذا اشتريت كوندوم من عندنا؟ يعني عند الجواب وعند الطعم. فاذا اليوم اللي بيعرف يحكي صلية اللسان ليش ما بدي اقول. مره وحده مهمه بامريكا لويز هي قالت من كل العالم كنا مين ببلده بيقول كس وقير وهيك ما حدا نيني ويوي وزيزي وما زو تازا. كلمة طيزي هون ما فيك تقولها، هي الأمن العام عندنا بلبنان. إذا بقول بول يا خيي إجا هيدا بول مدري شو بول عبي لبنان وراه ما عم بتشخ عليك كل الأمم ما على شيء. في اثنين ماشيين على الطريق قالوا هاي خرية، قالوا لا يا خيي، قالوا أنا أكيد إنها خرية. تعالوا شو بالأشرفية وشوفوا قديش في خرا خرا بني إدمين خرا كلاب خرا سياسيين خرا كلهم. قال له لا، قال له أنا أكيد إنه خري. صار يتشارع على الخري بيقوم هيك بيشمه. قال له ريحتها خري. قال له ما بصدق. قال له يا خي خري قامي لك. قال له معك حق إنه خري ولك منيح إنه دعسنا فيها.
تهكن السياسيين عنا بمجلس النواب، مجلس الدويب، مجلس الجوب. 11 مليار غطوا طار وراحوا. 11 مليار وين راحوا؟ مين عندي سرقون؟ انتو انا؟ السنيورة طبعا بدي يعد. وكلهم وين عم بتروح؟ وحطيت على الأوتيل دفع 100 دولار طلع لا الأوضة ما عجبته ومدري شو هيك يعني رجع إجا. بهالوقت اجت وحدة أخذت 100 دولار وهال 100 دولار صارت تروح تسدد هيك 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 رجع إجا وحد دفع 100 دولار رجع رد له. فإذن هالمال سيولة. بالآخر سيدنا عثمان قال له للحبيب بدي أصرف مالي عليك. قال له ليش؟ قال له أنا بتحط المي تحت السفينة ومن تحتك السرية. أنا حطيته بالسفينة وغرقت. مشان هيك محمد ما كان بده يعمل أي غزو قال بمعركة أحد. جبل يحبنا ونحبه ما عتبه مهذب منه مثلي. أنا ماني مهذب، ما عندي مجاملات أو تهذيب اجتماعي. إذا بقلكم بمشي بالشارع هلأ صاروا شوي بيخافوا. قال لي خي سينا بلو بتسبنا. قال له ما بس بسبك بشارمتك فيني تصور أنا وياك، ما أنا بحبك كثير. قال لك الزيب منيفة ما بدي حدا يحبني. هاي مجاملات. وقت اللي هددني عباس وخيه يعني لو ما في أمن دولة وهيك ما أدري عرفنا مين سنهدر دمك. كده بأمريكا نصف القتل أنا فيني أحطه بالحبس نصف أبدا هو خيه رحمته سنهدر دمك في سبيل الإسلام وما أدري شو هيك. أكيد صار عندي خوف وصار عندي هيك أشياء. ما حدا كان حبي. أنا وحدي تحملت الوجع، وحدي تحملت الألم، وحدي تحملت الخوف، وحدي نمت. فإذا ما حدا بيحمل همك إلا أنا. مشان هيك بدي أحب نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم أخي بالروح. لجسدك عليك حق. بنتبه شو باكل، بنتبه شو بلبس، بنتبه أنا شو عم بقرأ هون وكله وبحطونه. كل واحد أكيد إنك بتحبها كثير وبتبعث ليها. الواحد بده يجوز بنته قال له روح جيب شهادة، جيب شهادة ولي من الطبيب. روح جيب شهادة من الطبيب إنه مكتوب يي 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 جوزوا بنته. لا طش. قال له يا حكيم طلعتش؟ قال له شو قريت؟ قال له يي 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 يقدر ينيك يوميا. قال له يكاد يقدر يبوي. مثل ما بدك انت تترجم الكلمة ترجمي رجمي. ما بقرأ اي كتاب لأي واحد عربي لا هيل بالكويت ولا هودي بالسعودية كذبين منافقين كلهم ولا هديك بالدول إلا أسامة أديب وكلا هالصادي بالأردن. كم واحد بكل بلد هيك خل نلتقى. منك بحاجة إلى عدد. نحن مش عدد، مش جماهير وحشود. أول ما طلعت يا جدة العرب بعدين يا جدبة العرب. كان يعطوني شهادات مثل إيش بيعطوها كبة بالزبالة. مينك أنت تقدرني؟ بتلاقي هالناس حافظين تقديراتهم. يا عيب الشوم. الله قال أنت خليفتي، أنت مسيح آخر. بدأ واحد يجي أخرى منك؟ مين هو اللي بده يكرمني يعطيني جائزة نوبل؟ مين هو اللي بده يكرمها للأم تريزا؟ قلت له لا شو بدك جائزة نوبل؟ أنت عم بتزيد الكاثوليك. تعي معي على مكة، ما في كاثوليك وما في محمديين. أن ترى الله في كل شيء. إذا المسيح عنده بمكة بيكون مسيحك ناقص. ورحت على مكة كم مرة وشفتهم. إيه شو هي كذبوا نفاق حتى في بيت الله. قالت له هون ببيت الله جايين نحن نستغفر. عم بيطربها. قالت ولو ما لقيت إلا هون. وين بدنا نروح؟ ما هون اللي من الجهيدة من الجينة الوحيد غير عم بدق فيها. كذبوا نفاق وين ما كان. شوفوا مكة كيف عم بتصير. المكة والمدينة هيدي منا السعودية. شوف شو رح يصير في أبنية يا لطيف. حفاة عرات كيف بدهم يطوفوا. الله والله ما حج إلا ناقتي وأنا وإعرابي من البصرة. وقت قال كل من عليها فان قالوا له حجر الكعبة. قال لهم عم يحفروا الحجر منه مثل ما أنتم بتشوفوه أسود. أهل الذكر بيشوفوه غير شيء. تكونوا من أهل الذكر على منابر من نور الآن في لحظة اليقظة. الآن موت وقيام المسيح قام حقا قام عيسى بن مريم. كل لحظة في موت وقيامه. احنا ما نفهمين أبدا هالرموز. ما عنا علم أبدان وأديان. نتعلم بالكتاب والكتاب كل سنة بيتغير وكل شهرين بيتغير وتبيعوا كتب ويحملوك يون على ظهرك وصرت نطلع سعدين وبتروح عند الدكتور اللي عنده اختصاص اختصاصي
خصخصة ولصلصة، احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي. نعم كلنا هيك، منروح لعند الخصخصة، روح عند جيم هامبل كيف تشيل السرطان بأربع ساعات. عم بتفوت منو دواء هيدا، هيدا التركيبة ذكر وأنثى أسد والكلاين مع بعضهم بنظام غذائي متوازن. حطوا جيم هامبل ببيت الله ببيوتنا أربعتنا للروابط معنا، بتشوفوا وموجودين صاروا بلبنان وعم بتركبوا بلبنان وبالبيت مفزوم بها دولارين. كل الكذابين اللي عم بتشوفون هيدا بيقول لك تعال عندي تعمل لك مثل حلقة، هيدا السيد اللي أبدا ما بصدق حدا كذاب منافق بده المال ما حدا صرف عليه مثلي أبدا. سأل إنسان بلا أخلاق اللي عمله مع هشام ومع غيره ومعي بيعني بدولار، بدولار عباس بيعني بأكثر 40,000 بس هيدا بدولار بيعني. قلت له شو هالحط الكتب طبعا هيدا الخيان هيدا كتب لأنك عم تربح دولار بالكتاب، ما بدنا نتعامل مع الكذابين والمنافقين. فإذا نفسي ثم نفسي ثم نفسي بتتذكر وقت الحبيب قبل ما يترك جسمه قال له نعطوها البردة لأوس قرني إيه؟ مش لعالي مش لصارو مش لأبو بكر مش لأبو راح لقيهم نكوح شرشو هاي قالوا له هايدي إلك. قال الحبيب قال له إيه هلأ كان هون، قالوا له ميت ميت، قال له هلأ كان هون، قال له اسكتوا كيف شفته بكي علي، قال له أنا مرة شفته بالحق. فيكن تشوفوا حالكم بالحق، هيدا منو حق لجسدك عليك حق، نعم بتحط نور فيه ولكن الأثيرة والثالث والرابع لا إله إلا الله، خامس والسادس والسابع هو بيجي لعندك أسرى بعبدي، ساعتها الجسد بيكون مال يبض ما فيك تمسكه، بس الجسد الثاني بيقدر ينام معك وينكحك وجوزك حدك ما بيشوفه وعم بتصير كتير بس ما فيك تحبلي منه ما عنده نطفة. فإذا ننتبه كلنا أي جسد بدك، هذا جسدك لجسدك عليك حق، ما تفوتوا بهالخوارق وهالمعجزات، قولوا الله أكبر شو ما شفتوا الله أكبر شو ما شفتوا حتى توصلوا إلى نعم صدرة المنتهى إلى اللانهاية، يا سمد ويا سرمد ويا أزل ويا أبد ويا مدد، ساعة النقطة بتدوب بالمحيط بقعر المحيط وما موجود إلا المحيط. 99 صفة فيك وفيه بس 100 لا تقال ما فيك تعرفها لا تعرف، عرف لمن عرف مش هوليك لمن عرف. knowing I want to know I want to understand I don't believe in believing، ما بصدق اللي قالته أمي ولا قاله الشيخ والقرية وفسر الماء بعد الجهد بالماء. هيت نشوف عنا شيء الصعيدة صدمته سيارة عطيه 50,000 دولار ركض وقف على سكة الترين أهلا بالملايين بمليون الدولار، من سيربح المليون أي ملعون. هيك برامجنا منحطة كلها بالمال وكلنا منركض نربح المليون اللول والضحكة وتحليل سياسي وأهلا كلنا هيك. ما بقى عنا ظاهر عنا مظاهر وبيلنا شو بتلبس، عم تحكي عن التغذية حتى بزيزة نص برا والفرق فرفراش مدري ايش الزهر هون وزهر. يا اختي كل شجرة وإلى خي وكل غرفة وإلى زي، مشان هيك لازم يكون عنا أدب واحترام، أدب لهالأدب. هلا بلشت الناس تلبس شروال أو تلبس عباية صاروا يعرفوا إنه هيدا هالعرى هالميكرو ماكروسكوب وكله هيدا حتى لي نبيع بناتنا وشبابنا، كانوا بناتنا للبيع هلا البنات والشباب، ولا في بنات ولا في شباب، يا أشباه الرجال والنساء.